السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ محمد بن حسين يعقوب، رجل أعطاه الله عز وجل علما ووفقه لبذل هذا العلم، فكان يجوب مدن مصر وقراها ذهابا وإيابا، يلقي المحاضرات والندوات والدروس، وقد فتح الله عز وجل له القلوب. وإن نسيت فلن أنسى شريط تارك الصلاة، هذا الشريط الذي كتب الله عز وجل له القبول، حيث ساق الشيخ فيه الأدلة القولية والنقلية والعقلية بأسلوب يسير يناسب العامة، فهدى الله عز وجل به كثيرا من الناس الذين كانوا لا يصلون وبدأوا يصلون، نحسب ذلك في ميزان حسناته. فضيلة الشيخ محمد ابن حسين يعقوب اهتم بقضية التربية، فكلما علم طلابه علما أمرهم بتطبيق هذا العلم في حياتهم العملية ليجمعوا بين العلم والعمل. فضيلة الشيخ محمد ابن حسين يعقوب نحسبه من العلماء الربانيين. فضيلة الشيخ محمد ابن حسين يعقوب حفظه الله تعالى، رأيت فيه تواضعا، حيث كان يلقي المحاضرة ثم يطلب منا إن كان قد وقع في خطأ أو زلة أن ننبهه ونذكره، حفظه الله ورعاه وبارك فيه. وأسأل الله الكريم أن يمد في عمره على طاعته ومرضاته، وأن ينشر علمه في ربوع الأرض. أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيه وفي جميع علماء المسلمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.